لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، والمدينة كانت بين حرتين وكانت كثيرة النخل، نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بني النجار عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. بجواره كانت هناك أرض تعرف بمربد يجفف فيها التمر. في ذلك المكان أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني مسجده، وكان في بادئ الأمر سور جدار له 3 أبواب ولم يكن مسقوفا، وكان الجدار أسفله من الحجارة بمقدار 1.5 متر وأعلاه من اللبن، أما الأبواب فكانت العضادتين مثل من الحجارة كهذه. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يسقف ذلك المسجد بالجريد، فجعل أعمدته من جذوع النخل وغطاه بجريد النخل، وقال عريش كعريش موسى عليه السلام. أما أرض المسجد فكان من التراب، وفي آخر الأمر تم جعله حصبة. شكل المسجد كان بهذا الشكل، الصفوف الأمامية 3 صفوف على 3 أعمدة، كان مسقوفا باتجاه مكة المكرمة، طبعا هذا بعد تحويل القبلة، وفي خلفه كان مكانا لأهل الصفة، وكان له بابا إلى الشرق وبابا إلى الغرب وبابا إلى الشمال. هذه طبعا الحجرتين، حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وسودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها. هذه كلها صور تقريبية تبين لنا حجم والمسجد النبوي، والذي كان طوله وعرضه 30 متر في 35 متر في بادئ الأمر. هذه صورة تخيلية لما عليه المسجد النبوي الذي كان في زمن النبي صلوات ربي وسلامه عليه.